لم ينجح مخطط الاحتلال في تجزئة وتفرقة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اليوم أعلن الإضراب في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، أعلن المواجهة والإضراب على كامل الأرض الفلسطينية، على كامل التراب الوطني الفلسطيني، في رسالة واضحة أننا شعب واحد، مصيرنا واحد، وأن دولة الاحتلال إلى زوال. يعني الحل تبعنا هو عبارة عن المقاومة، مقاومتنا ما رح توقف، ما رح نتعب، ما رح نزهق، ما رح نكل، رح نضلنا نقاوم، رح نضلنا ننزل على الميادين، رح نضلنا نرمي حجار ونوصل صوتنا للكل لحتى صوتنا ينسمع، وصوتنا عم بنسمع وما رح نستسلم.